اسكتوا. لا فوقي كده، انا لسه قدامي مشوار طويل وشويتين دول مش هياكلوا معايا خالص. ماشي ماشي. فوتي يا حبيبتي، ارغي بقى هات لنا الحكايه من الاول. انا اتضحك عليا يا باشا والله. اتضحك عليكي من مين؟ تعالي قومي قومي يلا تعالي. ايوه يا حاج عبد اللطيف، انتوا فين؟ ايوه يا حاج عوض، تمام احنا وصلنا اهو. ايوه داخلين الشركه، العربيه داخله في ظهرها. ايوه ايوه شفتك جايين لك اهو، جايين لك. يا عوض يلا انزل يا عم سامح. ايه فصلت؟ مساء حبيبي. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. عشان الباب. ايه يا استاذ باسم دوب؟ هم ادوا 850 مليون. ده هم 850 مليون بلاستيك دي حضرتك البنك بيسلمهم كده، كل شنطه بلاستيك من دول فيها 10 مليون جنيه. يعني 850 مليون في الشنطه الصغيره دي 10 مليون جنيه في 85 شنطه ب 850 مليون جنيه. فوق العظم، نشوف بنفسنا. طبعا هنتقابل الساعة 8 بالدقيقة، هستناك في البيت تعدي عليا. وانا هكلمك وانا جاي في السكة. لا ما تكلمنيش، عدي عليا على طول وخلاص. يلا اشوفك على خير. توحشيني. وانت كمان هتوحشني اكتر. مين بقى العصابة دي بقى؟ ماشي ما انا قلت لحضرتك سكر وعمر. مين سكر؟ ساكنة فين؟ بتشتغل ايه؟ مين عمر ده؟ بيشتغل ايه؟ ساكن فين؟ هو سكر اللي انا عارفة ان هي عندها كوافير. فين الكوافير ده؟ مش عارفة يا باشا، بس عمر ساكن في الزمالك. هو ساكن في الزمالك دي عارفة. وفي سماح عبد الشكور ده. مين سماح عبد الشكور ده؟ ده شغال موظف في السجل المدني بتاع المنوفيه. سماح؟ مش سامح ده الراجل الكبير اللي احنا استجوبناه في قضيه البنك؟ حلو قوي الكلام ده، انا هبعت اجيبه حالا. في واحده بقى اسمها ماجي كانت بتغير لكم شكلكم؟ لا 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 رد يا محلو كده. لا قدامي يا باشا قدامي. ماجي كانت حياه امي اديكي قلم على ازدادك افوقك. لا يا باشا ماجي كانت بتغير لكم شكلكم ولا لا؟ ايوه يا باشا هات لي ماجي كمان حالا.